بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي أصدقائي وصديقاتي من متابعي قناة كل العائلة. اليوم أتيت لكم بموضوع جديد وهام، وهو شرح مفصل للمعداد الياباني وكيفية العمل به. وقبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إذن اخترنا اليوم هذا هو اللي هو المعداد. أول شيء المعداد هذا عنده تسميات مختلفة. معداد هو كلمة عربية، كاين بعض في بعض المناطق يقولوا عداد. عداد هي كلمة خاطئة، لأنه العداد يعبر عن الكونتور. إحنا ماذا بينا، إحنا نعبر على المعداد اللي هو المعداد هذا، المعداد الياباني. أيضا بالفرنسية، بالفرنسية يقولوا له البولي، بالفرنسية البولي، بالصينية سوامبان، باللاتينية أباكوس، وباليابانية سوروبان. كلمة سوروبان هي كلمة تتكون من كلمتين، مقسمة إلى كلمتين، هي سورو وبان. كلمة سورو معناها الوقت، وأيضا تعبر عن الأرقام أو الأعداد. بان هي طاولة، إذا كلمة سوروبان هي طاولة الأرقام. أول شيء مهم في بداية دروس سوروبان هي الجلسة المستقيمة. الجلسة المستقيمة إنه الكرسي نقربوه للطاولة، يشكل لنا درجة 45 درجة، ظهرنا يكون في ظهر الطاولة كما نرى، هذه الجلسة المستقيمة. ومسكة القلم، مسكة القلم، هذه المسكة الصحيحة، مسكة القلم. مسكة القلم فاش تعاوننا في السرعة، كلما كانت المسكة صحيحة كلما كان الوقت أسرع. يلا، مكونات المعداد، مكونات المعداد قلنا السوروبان هو الحساب الذهني الياباني. بالنسبة لمكونات المعداد، إطار خارجي، هذا إطار خارجي. الآن الخط الأفقي الموجود في الوسط يسمى بخط الحساب أو العارضة الأفقية. العارضة الأفقية هي الخط الذي يفصل بين الخرزات، هذه اسمها خرزات. يوجد نوعين، خرزات علوية، خرزات علوية، والتي تأتي فوق خط الحساب، فوق خط الحساب. الكريات السفلية التي تأتي تحت خط الحساب. الآن الكريات العلوية، الكريات العلوية هي اسمها خرزات. قلنا هاد الكريات هادو هما خرزات. إذا الخرزات العلوية تعبر على رقم 5، إذا تسمى بالخرزات الخماسية. الخرزات الخماسية معناتها قيمة كل خرزة 5، قيمة كل خرزة 5. إذا يلا سنرى معا، 5 والتي تليها أيضا 5، كل الخرزات قيمتها 5. أنواع المعداد، نتعرف على 3 أنواع من المعداد. المعداد الأول، المعداد الياباني. المعداد الياباني مكوناته خرزة من الفوق وأربع خرزات من الأسفل. كما نعرف من قبل، الخرزة العليا قيمتها 5 معناتها خرزة خماسية، والخرزات السفلية قيمتها 1 وتسمى بالخرزات الأحادية. إذا قيمة لهنا العدد الذي يقرأ هو 9. المعداد الياباني يمشي بالعدد 9، وهو الأسهل والشائع والأكثر انتشارا في العالم. المعداد الثاني المعداد الصيني، المعداد الصيني كما نشوفو بالنسبة للخرزات العلوية لديه خرزتين وخمس خرزات من الأسفل، قيمته 15، معناتها يمشي بالـ15. يلا المعداد الثالث وهو المعداد الروسي،
نلاحظ انه فيه 10 خرزات وعباره عن الخطوط 10 خطوط عندها 10 والخرزات 10. النظام الذي يحسب به هو النظام بالعدد 10، نظام رقم 10. أول ظهور للمعداد كان في الصين في أواسط القرن 16، ثم انتقل وانتشر في اليابان. أصبح من الثقافة اليابانية، أصبح جد مهم عند اليابانيين وأصبحوا يعتمدوا عليه كثيرا، تعتمدوا عليه كثيرا. سنة 1938 تطور وأصبح في هذا الشكل. المعدن الياباني هو الأسهل وهو الأكثر اعتمادا في كل العالم. نتعرف معا على مكوناته. إطار خارجي، هذا إطار خارجي. الخط الموجود في الوسط هو يسمى بالعارضة الأفقية أو خط الحساب. هذه الكرات تسمى بالخرزات. لدينا خرزات علوية. الخرزات العلوية هي خرزات خماسية. لماذا خماسية؟ لأنه قيمة كل خرزة 5 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
السفلية، هذه الخازات السفلية هي خازات أحادية. لماذا اسمها أحادية؟ لأنه قيمة كل خرزة واحد 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 واحد. كل خرزات أحادية قيمة كل خرزة واحد. إذا اقتربت الخرزات من خط الحساب هي تصبح مفعلة تقرأ، وإذا ابتعدت الخرزات تصبح معطلة ويصبح المعداد صفر. مثل ما نلاحظ الآن هنا المعداد يساوي قيمته صفر، المعداد صفر. يلا نقرأ بعض، وقبل قراءة الأرقام حاملي الخرزات، هذه الخطوط على شكل عمودي هي حاملي الخرزات. حاملي الخرزات هذه عندها معنى، والمعنى تاعها انه الخانة الأولى وحدات، ثانية عشرات، ثالثة مئات، رابعة آلاف، الخامسة عشرات الآلاف، مئة، مئات الآلاف، مليون، إلى آخره من ترتيب الأرقام. الآن نحاول قراءة بعض الأرقام. مثال واحد، هنا عشرة، مئة، خمسة، خمسون، خمسمائة، هكذا ستة، خمسة مع الواحد ستة. عند شرح المعداد، عند شرح المعداد دائما نشرح بهذه الطريقة، واحد واحد اثنان، واحد 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 ثلاثة، لأنه هنا ليس مرتبة بل قيمة. عندما نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة وكأننا نرتب ترتيب، وأول ثاني ثالث، لا، نحن ما كيفاش نشرحه بطريقة سلسة، إنه نقول واحد واحد اثنين، واحد 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 ثلاثة، هكذا خمسة، الخمسة مع الواحد ستة. هذا العدد يساوي خمسة وستون. هذا العدد قيمته مئة واثنان وخمسون.